ندخل جوه بالاجسام نشوف. قد إخراج الشهداء التي تم إعدامهم ودفنهم في مجمع الشفاء بعد خروج الاحتلال الإسرائيلي من مجمع الشفاء، تم عمل آلية. نحن الآن نقوم بإخلاء جميع الشهداء اللي موجودين تحت الأرض اللي تم إعدامهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الإمكانيات عندنا ضعيفة جدا، نعمل على جرافة واحدة. عدد الشهداء يعني من الأطفال والنساء مربطين ومكلبشين بأيديهم وتم دفنهم في هذا المكان المعروف يعني في مجمع الشفاء. سيتم نقلهم وتعرف أهاليهم عليهم، الأهالي على هدول الشهداء، من بعدها سيتم دفنهم في المقابر المعروفة تراب قطاع غزة. محاولة التعرف على ما تبقى من أشلاء الشهداء، حيث أنه تم إعدام الكثيرين منهم ودفنهم بطريقة همجية وحشية بالجرافات بمقابر جماعية. تم تمزيق الجثث، تحللت الجثث وصار من الصعب جدا التعرف عليها. لذلك نحن نحاول بشق النفس أن يعني أن يحاول أهالي التعرف على ما تبقى من جثامين أبنائهم. Amen.